في سلة المهملة. نعم، ولكن حتى ضمن بيان الخارجية الأردنية دعا إلى موقف عربي وإسلامي لمنع إسرائيل من السيطرة على الأقصى، هذا جزء أيضا من البيان الأردني، هل يعني بأنها أصبحت بلا حيلة؟ أخي ليس صحيح، الأردن ليست بلا حيلة، الأردن يربطها مع الاحتلال معاهدات، يمكنها أن تعلق هذه المعاهدات، يمكنها أن تلغي هذه الاتفاقيات كلها، يمكن للأردن أن فقط تغض الطرف عن الشباب الأردني الذي يتوجه نحو الحدود، يمكنها أن تغض الطرف نحو ما يحدث في الحدود والشباب الذي يغلي باتجاه فلسطين، يمكنها أن تهدد الاحتلال بهذا كله وهي لا تفعل شيئا من هذا. يعني يؤلمنا جدا أن نقول أن سفارة الاحتلال الموجودة في عمان أغلقت، نعم أغلقت من الاحتلال، لكنها لن يتم طردها ولا طرد السفير حتى يومنا هذا. هذه واحدة من الخطوات التي يمكن أن تفعلها الحكومة الأردنية إذا أرادت فعلا أن تستخدم أي ورقة من الأوراق المهمة التي تملكها. أليس من العيب والعار أن 6 دول عربية ما زالت في داخلها وفي ثناياها يوجد سفارات للاحتلال، ودول إسلامية أكثر من ذلك بكثير، حتى لو أغلق الاحتلال سفاراته في فترة الحرب أو في فترة وجود مخاطر أمنية عليه في العواصم العربية والإسلامية، أما الوضع الطبيعي أن تقوم هذه العواصم بالذات الأردن أن تقوم بطرد السفير وإلغاء وجود سفارة له على أرضها الأردنية طالما أنه يتجرأ بتهديد المقدسات أو تدنيس المسجد الأقصى المبارك.